خلينا نروح بس نتابع دلوقتي جزء من لقاء الشناوي ونرجع نكمل. طبعا الحمد لله على الـ على الـ على البطولة اللي فاتت، على الأداء اللعيبة أدوه بالروح، دي كانت أهم حاجة بالنسبة لنا. إحنا كنا رايحين البطولة دي كنا لسه مجتمعين بفترة قصيرة جدا. أنا بشكر اللعيبة بتاعة المنتخب اللي كانوا موجودين، أول حاجة اللي هم اللعيبة بصراحة كانوا ملتزمين جدا، وكانوا كانوا عايزين يعملوا حاجة، كنا عايزين ناخد مركز بس الحمد لله يعني ما فيش كانش فيه توفيق، بس يعني بقول لهم أنتوا كنتوا رجالة وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل لينا وليهم يعني، وربنا يكرمهم في أنديتهم لما يرجعوا، ده أهم حاجة. ودلوقتي إن شاء الله إحنا دلوقتي خلاص نقفل الصفحة ديت، وعندنا دلوقتي مباراة مع النادي بتاعنا، عندنا مباراة كبيرة الأفريقي السوبر مع النادي، وإحنا مركزين بشكل كويس جدا. إحنا خلاص اللعبة بتاعت المنتخب رجعت خلاص قفلت الصفحة، وهم لعبة كلها كبار وعارفين يعني إيه المسؤولية، عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا كلنا عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا مركزين بشكل كويس جدا. خلصنا المعسكر على طول، خلصنا المباراه على طول، جينا على المعسكر على طول عشان نكون موجودين، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى لنا التوفيق فينا في اليوم يوم الاربعاء، ويبقى لنا التوفيق وان شاء الله نرجع بالبطوله للجمهور يعني ان شاء الله. اتفضل. لعيبه النادي الاهلي من معسكر لمعسكر وبطوله لبطوله، وهو ده معروف عن لعيبه النادي الاهلي، لكن انا عايز الفت نظر طبعا الشناوي، استقبال اللعيبه واستقبال الجهاز الفني ليكوا ازاي، اثر معاكوا ازاي؟ انا عارف طبعا الشناوي قيمته كبيره جدا وكابتن فريق النادي الاهلي، لكن الاستقبال ده مع اللعيبه ليه مردود كبير جدا يا شناوي؟ اكيد طبعا لما تكون غايب فتره طويله بعيد عن النادي بتاعك وبعيد عن اللعيبه اللي موجوده، طبعا بيبقى في اكيد يعني زي ما بيقولوا وحشه، احنا ما كانوا وحشنا جدا، واحنا على طول كنا بنتابع بعض، ومع طول كانوا بيبعتوا لنا الفتره اللي فاتت، وكانوا بيكلمونا في يعني بيقولوا لنا قبل الماتشات ربنا معاكم، واللعبه كلها بصراحه اللي موجوده على طول مساندنا. وطبعا الاستقبال ده حاجه طبيعيه جدا من اللعيبه بتاعت النادي الاهلي والجهاز الفني. طبعا انت زي ما شفت امبارح الجهاز برضو كان مستقبل من استقبال كبير يعني اللعيبة، ودي حاجة طبيعية اللي احنا بقالنا فترة كبيرة ما شفناش بعض، ودي حاجة طبيعية، واحنا طبعا بشكرهم على الاستقبال ده، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله.